سيختلف تقديم متحدثنا التالي إذ أنني سأقدمه من المنصة مباشرة. إليكم الدكتور برهان غليون، وهو غني عن التعريف، بروفيسور في جامعة السوربون في فرنسا، وأحد أكبر الناقدين اجتماعيين في المنطقة العربية. له الكثير من الكتابات والمساهمات وكذلك الكتب المرجعية في السياسة والنخب العربية والنظم الديمقراطية في العالم العربي، وهو مساهم فاعل أيضا في النقاشات حول السياسات والسياسات العامة في المنطقة العربية. والمناسبة أيضا للدكتور غليون موقع على الانترنت بلوج كريتيك سوسيال أو النقد الاجتماعي لمن يرغب في الاطلاع على آخر الأراء وعلى الأراء النقدية خاصة في الوضع العربي. سنتحدث مع الدكتور غليون لمدة تقريبا 40 دقيقة بشكل حوار ثنائي قبل أن نفتح النقاش للأسئلة والأجوبة، فلمن سيرغب في طرح الأسئلة سيكون هناك متسع من الوقت حوالي ربع ساعة مع الميكروفونات الجوالة لطرح الأسئلة والمساهمة في النقاش مع الدكتور غليون. بداية سندخل مباشرة في موضوع ربما أصبح من المواضيع الأساسية حول تقدم العالم العربي، خاصة عالم يشكل 60% من شعوبه من الشباب، وعالم يجمع المراقبون على أنه ربما يعاني قصورا إذا أردنا أن نقولها بدبلوماسية في المبادرة والمبادرة الاجتماعية والمبادرة الفردية وتقدم الفرد. فسنتحدث مع الدكتور غليون حول آرائه في هذا الموضوع، وما هي برأيه التشخيصات أو المسببات لهذا القصور ولهذا الوضع في العالم العربي. تفضل دكتور غليون. يعني اسمحوا لي في البداية أن أشكر مؤسسة الفكر العربي وعلى رأس سمو الأمير خالد الفيصل على هذه الدعوة الكريمة للتحدث معكم والحوار حول أحد محاور نقاش هذه الندوة، وهو محور في رأيي مهم جدا، المبادرات الاجتماعية. بالرغم من أنه لا يبدو واضحا المقصود، لكن سنحاول أن نوضح ما معنى، ما المقصود بالمبادرات الاجتماعية. وفي نظري أن وجودنا هنا هو أحد هذه المبادرات الاستثنائية والمهمة. لماذا أعتقد أن هذه الجلسة وهذا النوع من المؤتمرات مهم؟ لأنه يجمع فعلا بين أطراف النخبة العربية المختلفة، بين المثقفين وناشطي المجتمع المدني ورجال الأعمال والسياسيين. وأنا في اعتقادي أن أهم ما يمكن أن نفعله في اجتماع كهذا يجمع أطراف هذه النخبة هو أن نطرح ما هو غائب في العالم العربي، وهو المساءلة، أن نتساءل كل طرف من أطراف هذه النخبة عن نشاطه وعن إنجازاته فيما يتعلق بتقرير مصائر هذه الشعوب التي نحن جزءا منها أو جزء منها، والتي نطمح إلى أن نكون قادتها إما فكريا أو سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا. وأنا بعتقد أنه جزء كبير من مشكلة المجتمع العربي هو أن هذه النخبة المتعددة الأوجه لا تتحاور فعليا فيما بينها، وليس لديها أجندة مترابطة متسقة تجعل أن نشاط أي طرف منها يصب في نشاط عام يخدم المجتمعات العربية. بالعكس، أعتقد أن هناك كل طرف يضرب لوحده، رجال الأعمال يفكرون لوحدهم، ورجال الثقافة يفكرون لوحدهم، والمجتمع المدني إلى آخره. ليس هناك لا اتساق ولا تنسيق ولا فكر موحد ولا مشترك بين هذه الأطراف. وربما كان أقول أهمية هذه الجلسة هو أن نطرح على أنفسنا نحن كل من جانبه ما الذي أضافه في مشروع بناء المجتمعات العربية، لأنه نحن في عملية بناء، وإلى أي حد
كانت مساهمته متسقة ومتكاملة مع مساهمة الأطراف الأخرى، وإذا ما كان هناك فعلا تفاعل بينه وبين الأطراف الأخرى، وأية أخلاقيات تقود رجال الأعمال في بلداننا، وأية أخلاقيات اجتماعية تقود المثقفين وتقود أصحاب المجتمع المدني أو نشطاء المجتمع المدني وأيضا السياسيين، وعلى أي طرف من هذه الأطراف تقع المسؤولية الأساسية في ما وصلنا إليه اليوم. والذي يبدو لي، وهذه النقطة الثانية التي أريد أن أثيرها معكم، الوضع الذي نحن فيه والذي يتميز كما بدا لي بنوع من الشعور من عدم الرضا السائد لدى جميع أوساط الرأي العام العربي، بما في ذلك أوساط النخبة. لم أجد شخصا، ليس لا أقول هنا ولا في أي زيارة للعالم العربي، لم أجد شخصا راضيا عما هو عليه اليوم العالم العربي. كل ما رأيت شخصا يشكو ويطلب، لماذا يطلب، يتساءل لماذا وصلنا إلى هنا، ما هو هذا الهنا. مهم أن نوضح لأنفسنا ما هي طبيعة الأزمة التي نعيش فيها. هناك عدم رضا، هذا واضح. هناك شعور بأننا نتوجه أكثر فأكثر، ننزع أكثر فأكثر إلى الانفصال عن العالم، إلى تأزيم علاقاتنا مع العالم. نحن لسنا في علاقة سليمة مع العالم بكل أنواعه، العالم ككل وأفكار العالم الجديد والمصالح العالم وأسواق العالم. نحن نشعر في أن علاقتنا مع العالم فيها مشكلة، علاقتنا بين الدول العربية فيما بينها فيها مشكلة. نحن لم نصل حتى إلى حد أدنى من التفاهم والتعاون، وعلى الأقل تجاوز النزاعات والتوترات المستمرة والدائمة، ليس بين المحاور فقط وإنما بين الدولة وجوارها. نحن لسنا في علاقة سليمة داخل الدول نفسها، بين الشعوب، بين المجتمعات، وبين النخب الحاكمة. التوتر موجود على جميع المستويات، وهذا التوتر يسم حياتنا بالنزاع والصراع، ونحن نشعر أننا في صراع دائم مع العالم فيما بيننا، مع أنفسنا نفسنا، واللي بنسميه أزمة الهوية. نحن أيضا لسنا راضين، لا نعرف كيف نوحد بين عناصر هذه الهوية، الإسلام والعروبة والقيم الإنسانية الجديدة التي دخلت في ثقافتنا أيضا وجعلت منا أعضاء وأطراف في هذا المجتمع الحديث. نحن نعيش أزمات متعددة. طبعا التفسيرات منذ 20 سنة على الأقل يطرح الآخرون ونطرح نحن تفسيرات متعددة. قيل في فترة من الفترات، أو ركز بعض الباحثين في فترة من الفترات على العقل، وقالوا العقل العربي، حتى استخدمت كلمة العقل العربي كما لو أن هناك عقل عربي له طبيعة خاصة متميزة عن العقل العام يعني، ووصفوا العقل العربي ونقائصه وتناقضاته وعيوبه منذ تأسيسه إلى اليوم. وفي مرحلة لاحقة قيل لنا باحثون كبار أيضا أن المشكلة تكمن في الإسلام، في الدين، أن الإسلام لديه مشاكل، منغلق على نفسه، غير قابل للحداثة، لا يميز بين الدين والسياسة، لا يميز إلى آخره، أوصاف متعددة تظهر أن السبب هو تاريخنا، هو شيء موروث، سواء كان العقل وهو موروث أو الثقافة أو الإسلام. واليوم أيضا أنا بعتقد يلهوننا أو يسعى البعض إلى إلهائنا بمسائل الإرهاب والحرب ضد الإرهاب، ويخلق معركة، هل الإسلام هو الإرهاب، هل الإرهاب جزء أو غير جزء، ونحن نتصارع فيما بيننا حول انتمائنا الإسلامي كما كنا نتصارع حول انتمائنا العربي، والتعبيرات الشاذة وغير المقبولة لبعض الأطراف الإسلامية. كل هذه التفسيرات
التي لا تزال متداولة، وهي متداولة منذ عقود، تخفي الشيء الحقيقي الرئيسي الأساسي الذي يجب أن نشير إليه ونضع عليه اليد. تطور المجتمعات، تغير المجتمعات، تحول المجتمعات مرتبط بشكل رئيسي بالاختيارات الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية والتعليمية والثقافية التي تقوم بها النخب الحاكمة. كل التفسيرات الثانية تريد أن تلغي المسؤولية عن هذه النخب التي كانت وراء الاختيارات التي عاشها العالم العربي منذ 40 سنة، تريد أن تخفي مسؤوليتها. نحن جميعنا المثقفين والسياسيين ورجال الأعمال نريد أن نخفي مسؤوليتنا ونستمر كما كنا منذ 50 سنة في خط هو كل واحد كما تطول يده، كي يقول المثل، كل واحد يفعل ما يحقق مصلحته الخاصة، ولا أحد يهتم بالكل ولا أحد يهتم بالمستقبل، وبرغم النظر عن الكلام لا أحد يهتم حقيقة بالأجيال الجديدة التي تشعر أنها مهمشة وليس لها أي مستقبل، وهي على حق في إطار التطور الذي اتبعناه والخيارات التي اتبعناها منذ 30 سنة أو 40 سنة. ليس للشباب أي حظ وأي مستقبل في بلداننا. وسمعنا صباحا أنه من هون ل 2020 لازم نخلق 100 مليون فرصة عمل. بسياساتنا الراهنة لن نخلق ولا يمكن 100,000 فرصة عمل، لأنه كل سياسات مبنية على تجاهل المستقبل وتجاهل المصالح العامة والتركز والتثبت على المصالح الخاصة والفئوية. ليس هناك أجندة تجمع بين الجميع. على ماذا بنيت هذه الخيارات؟ سنطورها أكثر ربما بالحوار، لكن لازم نقول كلمتين وبعدين. تركزت هذه الخيارات بالدرجة الأولى في مستوى في الوقت اللي العولمة فرضت حتى تكون المجتمعات فاعلة الانفتاح. الانفتاح ليس بمعنى الانفتاح يعني ترك الآخرين يدخلوا كما يشاءوا، وإنما التفاعل مع المحيط. وذكر الأستاذ خان شيء صحيح اليوم، التواصل بين على الأقل بلدان المحيط حتى نخلق إطارا للتفاعل والتجدد والاستثمار داخلي. بدل ذلك أكثر من أي فترة ماضية ركزنا على الوطنيات المغلقة، الوطنيات اللي بتكونها عصبيات فطبول، لعبة الفطبول واللي صار بين الجزائر ومصر هو تعبير عصبيات وطنيات مغلقة لا, 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 لا تقوم إلا بنفي القومية المجاورة الشقيقة وليس بنفي الشيء الخارجي، وبالعكس والاعتماد في الاستقرار على الحماية الأجنبية، رفض المجاور والتقرب من البعيد. هذا هو الخيار الاستراتيجي الجيوبوليتيكي اللي ترسخ خلال هذه السنة العقود، والحساسيات بين الدول العربية هي اليوم أكثر مما كانت في أي لحظة. نحن ندفع اليوم ثمن نزوع الرأي العام في فترة من الفترات لنوع من القومية المثالية أو العاطفية. الآن نحن أخذنا الطرف المقابل كليا حتى لا نقع في القومية الفلسفية السابقة الإيديولوجية. أردنا أن نرسخ القطيعة والانقطاع بين دول لا تستطيع أن تقوم، لا يستطيع أن يقوم فيها اقتصاد بدون التفاعل والتواصل ومد السكك الحديدية بالفعل ومد الطرقات فيما بينها وتوسيع دوائر الاستثمار ودوائر التفاعل. بدل الانفتاح على المجتمعات وإشراكها في الحياة السياسية والعامة وتحميل المسؤولية وإشعار كل فرد أنه هو مسؤول عن مستقبل مجتمعه، تبنينا أو سرنا في طريق إقامة نظم تبدو أكثر فأكثر ذات طابع إقطاعي. يعني المسؤولين، هناك أمراء، هناك وزراء، هناك كتاب، هناك مثقفين، هناك فئة صغيرة جدا تقرر والآخرون يتبعون وليس لديهم أي سبب، ولا أحد يطلب منهم أن يكون لهم رأي في مصيرهم وفي القرارات السياسية التي تتخذ. خلقنا أكثر النظم السياسية
انغلاقا، وأخطر من ذلك ترتبط فيها المصالح السياسية بالمصالح المالية. أصحاب السلطة وأصحاب المال أصبحوا هم الحاكمين الحقيقيين، وهم الذين يقررون مصير المجتمعات ويقررونها حسب ما تملي عليهم حاجات زيادة تراكم رأس المال. نحن في إطار خرق إمبراطوريات مالية تتنافى كليا مع توسيع دائرة الاستثمار وخلق فرص العمل وتشغيل الناس، وتقوم على بناء اقتصاد جزء كبير منه استهلاكي في الداخل وجزء كبير منه مورد مصدر إلى الخارج على شكل ودائع ورساميل إلى آخره. النقطة الثالثة بس وسأنهي هنا هي أننا بدل أن نشجع الفرد على التفكير على الإبداع عن نقد، تبنينا نظام ثقافي قائم على الوصايا، وصايا دينية لا يخطئ في الدين، وصايا فكرية لا يخطئ في التفكير، وصايا سياسية لا يخطئ في التفكير السياسي. نحن علبنا الأفراد ووضعناهم في علب كالسردين ولم يعد لديهم أي قدرة إبداعية. بالتأكيد هناك مبادرات، بالتأكيد هناك تقدم في بعض المجتمعات العربية، لكن هذا يحصل على مستوى فئة صغيرة لا تتجاوز يمكن 5% من أو 10% من سكان العالم العربي. مشان هيك العالم العربي لا يزيد وزنه اليوم عن بلد مثل المجر ولا أصغر من المجر، لأنه أصحاب المبادرة بالفعل هم هؤلاء، والباقي جسد مهمل ومهمش. تصوروا أن هذه أصحاب هذه المبادرة لو تبنوا كمسؤولين فكرة أن يجعلوا من 350 مليون عربي أيضا أصحاب مبادرة لتغير وزن العالم العربي. بالتأكيد العالم العربي يعيش على فئة صغيرة تقوم بمبادرات وتملك إمكانية القيام بالمبادرة. المبادرة ليست شغلي فكري، حتى أستطيع أن أبادر لازم يكون عندي تكوين علمي صحيح، حتى أستطيع أن أبادر لازم يكون عندي إمكانيات، حتى أستطيع أن أبادر لازم يكون عندي سلطة وإمكانية لاتخاذ قرارات، مش بالضرورة في السياسة والحكم، لكن على الأقل في مستوى جمعية مدنية في مجتمع تنظيم الحياة الاجتماعية. نحن قتلنا أولا، حرمنا 90% من الشعب من الموارد، ولا أقصد الموارد المالية، الموارد الفكرية، الموارد الرمزية، الآمال، الموارد التعليمية، واحتكرنا أو فئة قليلة احتكرت هذا الأمر، هذه الموارد. ومن الطبيعي أنه لأنه الجسد إذا لم يسري الدم إلا في عضو واحد في يد أو في رأس لن يستطيع أن يتحرك ولا أن يتقدم. ما هو مطلوب هو أن يسري الدم في جميع أعضاء الجسم حتى يتحول الجسم العربي من جسم مشلول إلى جسم حي. شكرا. شكرا دكتور غليون على هذا العرض السريع لتحديد محاور أو مكامن لنقول لها التحديات أمام المجتمعات العربية. طبعا هذه التحديات يعني ليست بجديدة ولم تبرز للعلن بالفترة الأخيرة فقط، يعني حتى من أيام صدور تقرير التنمية الإنسانية ب 2002-2003 اللي كنت حضرتك مشارك في كتابته، دق ناقوس الخطر نوعا ما حول أرقام التنمية، حول أرقام الديمقراطية، المجتمعات المدنية، المشاركة، النشر، البحث، الثقافة في العالم العربي، ولكن لم يكن هناك من يستمع فعلا، أو لم يكن هناك من يأخذ هذه المبادرات على محمل جد. كيف برأيكم يعني في عودة إلى فكرة عدم الرضا أو الإحباط الجماعي الذي نعانيه في مجتمعاتنا العربية، ودور النخب السياسية والمثقفين، ما هو دور المثقفين وكيف السبيل للخروج من هذا الإحباط أو لعكس هذا الإحباط يعني بشكل ممكن أن يعطي أمال لها 60 أو 64% من الشعوب العربية التي ما دون 25 ودون 18 عام؟ يعني لا يكفي من أجل إلغاء الإحباط أن نخطب ضد الإحباط، أن نرفع شعار محاربة الإحباط، ولا يكفي أن نجمع مثقفين ونطالبهم بأن يرووا يبحثوا عن سبيل. الإحباط ناجم كما قلت عن مشكلة جوهرية هي الخيارات التنموية التي حصلت في 30 سنة الماضية. يعني إذا أنا
أو جزء كبير من الشعب حس أنه هو مهمل. لا يمكن أن تغيير الإحباط إلا بإزالة الإهمال، عدم المشاركة، عدم مشاركة بمجتمع، إهمال من كل نوع. كم عدد العاطلين عن العمل اليوم؟ 30 مليون تقريبا. هذا إهمال، هذا إهمال العاطلين عن العمل المسجلين، لكن اللي ما هم مسجلين واللي بيشتغلوا نصف شغل واللي هؤلاء بدأ الطبيعي أن يكونوا محبطين. كم عدد الناس الشباب الميالين اللي عندهم شعور وطني ويريدون أن يخدموا وطنهم ويكون لديهم قدرة على المشاركة الفكرية والسياسية؟ كم عدد هؤلاء المحرومين والممنوعين من أن يساهموا في خدمة أوطانهم في أي مجال من مجالات الاقتصادية ولا الاجتماعية ولا السياسية؟ حتى على المستوى المجتمع المدني ليست هناك إمكانية حقيقة، لأننا بدل أن نخلق مجتمعات مدنية بالفعل، يعني الناس ينظموا أنفسهم في روابط وتجمعات ويديروا شؤونهم بالاستفادة من معونات الدولة والدولة تنسق بين هؤلاء، خلقنا مجتمعا أنا أقول أمنيا. الأمن يعني المخابرات وأجهزة الأمن هي التي تنظم المجتمع على حسب حاجاتها، فتمنع من تشاء وتحرم من تشاء من المشاريع ومن المبادرات ومن الجمعيات. والمنطق السائد في العالم العربي للأسف، وأنا يعني هذا لازم نكون صريح